اليوم كانت زيارتنا إلى قضاء الشطرة متابعة عمل الشركات في هذا القضاء، وكانت زيارتنا الأولى هي إلى ملعب أكد. هذا الملعب يتكون من 1000 متفرج، ساعة 1000 متفرج، نسبة الإنجاز 32%. الحقيقة هو سبب تأخير نسبة الإنجاز هو كان بسبب عدم استلام الموقع في بداية الأمر بسبب مشاكل عشائرية، لكن تم حل هذه المشاكل وباشرت الشركة منذ فترة. الآن يعني حقيقة أكو نسب إنجاز متقدمة من خلال عمل هذه الشركة، وأيضا تم حث الشركة على أنه الإسراع في إنجاز المشروع من أجل تقديم الخدمة لأبناء قضاء الشطرة ونادي أكد بالخصوص إن شاء الله.